example 3 find the angle between factor A اللي تكون قيمته i ناقص 2 j ناقص 2 k والفكتور B قيمته 6 i زائد 3 j زائد 2 k وبعدها نريد نجد scalar component للفكتور B in the direction of factor A. بالفرع الأول نطلع الزاوية بالقانون التالي فكتور A في dot product ويا الفكتور B يساوي ان الماجنيتيود مال A في الماجنيتيود مال B في كوسان الزاوية، فكوسان الزاوية كوسان ثيتا راح تساوي ان الماجنيتيود يساوي ان فكتور A دوت برودكت ويا الفكتور B على الماجنيتيود مال A في الماجنيتيود مال B، فراح تكون عندنا كوسان ثيتا تساوي ان فكتور A دوت برودكت ويا الفكتور B يساوي ان 6 اللي 6 زائد ناقص 6 زائد ناقص 4 فراح تكون عندي الدوت برودكت مال اي في الفكتور بي يساوي ناقص 4 والماجنتيود مال اي نطلع من تحت جهة التربيع اللي الواحد تربيع زائد 2 تربيع زائد 2 تربيع فراح تكون عندنا 3 والماجنتيود مال فكتور بي راح يكون مقداره يساوي 7 فراح تكون عندنا كوساين ثيتا تساوي ناقص 4 على 21 فعم تطلع ثيتا تساوي كوساين انفرس ناقص 4 على 21 يساوي 101 سيليزي. أما علامة نجد بروجكشن للفكتور A along باتجاه ال B راح يكون عندي A فكتور في ال B فكتور على الماجنتيود مال A، ال A فكتور في ال B فكتور دوت برودكت المقدار مال طلعناه قبل شوية ناقص 4، أما الماجنتيود مال A فراح يكون مقداره يساوي 3. فراح يكون بروجكشن لل بي انت دايركشن اوف فاكتور اي حساوي ناقص 4 على 3. اكزامبل 4 ليت فاكتور اي يساوي 2 اي ناقص جي زائد 3 كي وفاكتور بي يساوي 4 اي ناقص جي زائد 2 كي. نريد نجد الفاكتور كومبوننت للاي باتجاه البي. عمود نجد الفكتور كومبوننت للاي باتجاه البي، اول مره نطلع سكيرر كومبوننت للفكتور اي باتجاه البي ويساوي لنا اي فكتور دوت بي فكتور على الماجنتيود مال بي فكتور، فالاي فكتور في الدوت البي فكتور حتكون عندنا 2 في 4 زائد ناقص 1 في ناقص 1 زائد 3 في 2 فحيكون الاي فكتور دوت البي فكتور يساوي لنا 15 وال الماجنتيود مال بي يكون تحت جهة التربيع إلى 4 تربيع زائد 1 تربيع زائد 2 تربيع ويكون النتيجة مال تجدر 21. على مود نجد الفكتور كومبوننت للفكتور اي باتجاه البي راح نحسب السكيرر كومبوننت للفكتور اي باتجاه البي اللي طلعناه قبل شوية اللي مختار 15 على جذر 21 نضربه في الماجنتيود مال بي على في البي فكتور على الماجنتيود مال بي اللي يمثل لي اليونت فاكتور مال فاكتور بي، فراح يكون فاكتور كومبوننت 15 على جذر 21 اللي هو سكيرر بروجكشن للفاكتور اي باتجاه البي في الفاكتور بي اللي هو مقداره 4 اي ناقص جي زائد 2 كي تقسيم جذر 21 اللي هو الماجنتيود مال بي، فراح يكون فاكتور كومبوننت للاي باتجاه البي حيساوي 15 على 21 مضروب بالفاكتور بي اللي هو 4 اي ناقص جي زائد 2 كي. بعد التبسيط 15 على 21 راح يكون عندي نتيجة 5 على 7 في 4 اي ناقص جي زائد 2 كي، وهذا يمثل لي الفاكتور كومبوننت للاي باتجاه الفاكتور بي. اكزامبل 5 ليت الفكتور في يساوي لنا اي اي زائد جي والفكتور يو عندنا قيمته 4 اي زائد 3 جي. نريد نجد قيمه الاي اللي تجعل الفكتور في والفكتور يو اورثوغونال، الفرع بي ايضا نريد نجد قيمه الاي اللي تجعل الفكتور في والفكتور يو برر يعني اي متوازين. بالفرع الاول عمود يكون فكتور يو عمود على الفكتور في لازم تكون عندنا
التوتال برودكت بين فاكتور يو اند فاكتور في يساوي لنا صفر. فنحسب توتال برودكت بين الفاكتور يو والفاكتور في راح يكون 4i اللي هي كوفيشنات الاي بالنسبه لليو، نضربها بالكوفيشنات الاي بالنسبه للفي، فتح تكون 4i زائد 3 راح يساوي لنا صفر. نتيجه التوتال برودكت تساوي لنا صفر، فراح تكون قيمه الاي بهالحاله يساوي لنا ناقص 3 على 4 اللي تجعل الفاكتور دي او الفاكتور يو متعامدين. بالفرع الثاني نريد نجد قيمه الاي اللي تجعل فاكتور في والفاكتور يو برارار. بحاله التعامد فاكتور يو يصبح يعني متوازي ويا الفاكتور في عندما تكون الزاويه بين اليو والفي تساوي لنا صفر. فراح نطبق قانون اليو فاكتور دوت برودكت ويا الفاكتور في يساوي لنا الماجنتيود مال يو في الماجنتيود مال في بكوسان ثيتا. فبحاله التوازي عم تحصل على التوازي بين يو والفي، راح تكون الزاويه تساوي لنا صفر، فكوسان الصفر هو واحد، فراح يكون عندي اليو دوت برودكت ويا الفي يساوي لنا الماجنتيود مال يو في الماجنتيود مال في. فعلى نتيجه اليو دوت برودكت ويا الفي راح تكون قيمته 4i زائد 3، ورا نطلع الماجنتيود مال يو يعني ربع كوفيشنات الاي والجي بالنسبه لل يعني للفي، راح يكون عندي اي تربيع زائد واحد، والماجنتيود مال يو راح يكون 4 تربيع زائد 3 تربيع ويساوي لنا تحت الجذر 25. فبعدها راح يكون عندي 4 زائد 3 بالجهة اليسار راح تساوي لنا تحت الجذر التربيعي 25 مضروب اي تربيع زائد 1. نربع طرفي المعادلة فحيكون عندي 4 زائد 3 كل تربيع يساوي لنا 25 اي تربيع زائد 1. ندخل 25 على الاي تربيع زائد 1 راح يكون عندي 25 اي تربيع زائد 25، ونفتح الطرف الموجود على جهة اليسار راح يكون عندي 16 اي تربيع زائد 24 اي زائد 9. فإذا نبسط هاي المعادلة راح يكون عندي 9 اي تربيع ناقص 24 اي زائد 16 راح يساوي لنا صفر. فراح تكون عندي 3 اي ناقص 4 كل تربيع راح يساوي لنا صفر، فراح تكون قيمة الاي يساوي لنا 4 على 3 على مود تجعل الفكتر في على التوازي مع الفاكتوريو.